حتى يجرد شخص أو جهة شخصا آخر من ملابسه في تهديد له بالفجور والفحشاء للاعتراف على نفسه أو غيره بما يريده منه ويفرضه عليه ذلك الطرف، فلا بد أن يكون المقدم على هذا العمل متخليا عن دينه وعن إنسانيته وآخر ذرة من شرفه. وإذا كان التهديد لامرأة مؤمنة كشف هذا الفعل عن أن القائم بهذا المنكر والتهديد بعيد بمسافات ومسافات شاسعة عن قضية الدين والشرف والغيرة وكل خلق إنساني كريم، وكشف عن دناءة وخسة تبعث على غثيان النفوس. وحيث يحدث هذا في الجو الرسمي وتحت الرعاية الرسمية ومن قبل الجهة الرسمية، فالمصيبة الدينية والخلقية والإنسانية لا توصف، والبشاعة تكون أشد وأقبح وآلم. ومن يستطيع أن يتحمل أن يسمع مثل هذا الخبر الفظيع القاتل في هذا الشهر الفضيل الكريم؟ ومن يتصور أن يحدث هذا على يد جهة رسمية في بلد من بلاد الإسلام، جهة رسمية كثيراً ما تحدثت عن الإسلام وتتحدث عن الإسلام وباسم الإسلام وتحتج بالإسلام؟ وأي مسلم لا يستثار لخبر هذا الفحش؟ وأي مسلم له ذرة من إيمان وإنسان له ذرة من غيرة أو خلق يهون عليه أن يسمع به فضلاً عن أن يسكت عليه؟ ففي جانب كلمة وقبضات أيد تمتد في الهواء، وفي جانب آخر غاز سام ورصاص حي وشوز وخراطيم مياه حارة ملهبة، والفاعلية لسلاح الكلمة قد تكون قارصة، والفاعلية لسلاح الكلمة تختلف عن فاعلية سلاح النار والحديد. ومع ذلك يبقى الحق هو الأقوى والأثبت، وفي صلابة الإرادة وقوة الصمود معجزة لا بد أن تتراجع أمامها قوة السلاح وبطش النار والحديد. النصر والعز للشعوب المكافحة من أجل الحق وفي طريق الحق، ولهذا الشعب الأبي الكريم الذي لا يبتغي ظلما ولا يريد فسادا ولا يميل إلى عدوان. إلى متى انتظاركم؟ الوضع في البلد يتأزم، المشكل يتفاقم، الاقتصاد يتراجع، السمعة السياسية تسوء، الوضع الحقيقي يمثل فضيحة، الأمن يتدهور، خسائر الوطن تتزايد، الثقة تنعدم، الجروح تتعمق، المخارج تتلاشى. فإن كان عند السلطة أو بعض أطرافها حل ذو قيمة، حل قائم على العدل معترف بحقوق الشعب، فإلى متى الانتظار؟ إلى أن تنسد كل الأبواب وتتبخر كل الفرص وتطغى المحنة بحيث لا تترك حكمة ولا عقل ولا مجالا لكلمة مهدئة ولا فاعلية لنصيحة ناصح. يبدو أن ما يسر من نية الحل، التفكير في الحل، رغبة فيه، ما هو إلا تمويه وسراب. وهكذا تقول الأحداث على الأرض في توتيرها وتصاعدها وتكثيفها وتصعيدها وتكثيفها
وشراستها مما يصدر عن الجهات الرسمية. إن كل ما يقول إن كل ذلك يقول لا نية في الإصلاح، إن كل ذلك لا يقول لا نية في الإصلاح ولا تفكير فيه عند الطرف الرسمي على الإطلاق، إلا أن يكون النقيض مقدمة لنقيضه وأرضية مماهدة له، ونحن لا نعرف هذا الشيء. وسواء كانت هناك نية إصلاح أم لم تكن، كان هناك مشروع إصلاحي يستحق النظر أم كان مشروعا لمجرد الدعاية وسدا للحاجة الإعلامية، قريبا ذلك كان أم بعيدا، فكل ذلك لن يؤثر على الحراك الشعبي ولا على اندفاعته وإصراره على المطالبة بالحقوق بالطرق السلمية الممكنة ومواصلة الصمود حتى يعترف بالشعب ويسترجع الحق ويكون عدل. بعد هذا كله هل يمكن صدق الإصلاح؟ إنه إصلاح اسمي، إصلاح بلا لون ولا طعم ولا وزن، ولا وزن ولا جدوى ولا واقع. ونأتي لدول من الدول التي ترفع شعار الحرية والديمقراطية وحمايتها وتقيم حروبا باسمها وباسم إنقاذ الشعوب، فتنصح بقبول هذا الإصلاح الوهمي غير الفاعل الكسيح.